مرحبا طلابي، كيف حالكم؟ انا مشتاقه كثير لكم. اسمي المعلمه علا خير، انا بعلم تاريخ في المدرسه الاعداديه با في ابو سنان، كمان مرشده في التاريخ في الوسط الدرزي. اليوم رح نتعلم موضوع جديد في درسنا لصف ثامن، اللي هو تاريخ الثوره الصناعيه في القرن الثامن عشر. اذا احنا شوي هيك نرجع للاشياء لورا، تعال نرجع نعمل شو تعلمنا احنا في الصف الثامن من اول السنه. تعلمنا عن الثوره الفرنسيه، بعدين انتقلنا لنابليون بونابارت، والقصة الفصل هذا الثالث اللي احنا رح نحكي عنه هو الثوره الصناعيه. في الثوره الصناعيه تختلف الثوره الصناعيه في موضوعها في التاريخ عن باقي المواضيع، لانه اذا احنا نفكر بالثوره الفرنسيه وفتره نابليون بونابارت كثير حكينا عن معارك، حروبات اللي صارت في هاي الفترة، يعني أكثر تاريخ بنسميه تاريخ سياسي، واضح؟ في هذا التاريخ السياسي إحنا بنتطرق لمواضيع الحرب، معارك زي ما قلنا، شخصيات اللي هي كانت عندها قدوة مسيطرة على نظام الحكم، صح؟ كل هاي الأمور إحنا تطرقنا إلها وحكينا عنها خلال دروسنا. بينما في تاريخ الثورة الصناعية يختلف الموضوع، احنا هون رح نتطرق لجوهر اساسي، هو شيء اساسي، الاقتصاد. يعني رح نروح تاريخنا لاكثر تاريخ اقتصادي ما هو تاريخ سياسي. كمان شغلة، اذا احنا بنشوف انه هذا الموضوع كثير موجود في حياتنا اليومية، في حياتنا احنا رح نحس انه كثير قريب مننا، لدرجة انه حتى في الاختراعات، في التطور اللي عم بيصير في حياتنا. وهي الثورة الصناعية مهم تعرفوا انها ما زالت مستمرة، بدت في القرن الثامن عشر وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. فتعالوا مع بعضنا، بما اني انا شجعتكم تتعرفوا على هذا الموضوع، تعالوا نتعرف عليها بعد اكثر واكثر في توسع في درسنا اليوم عن الثورة الصناعية. ننتقل، شو نتعلم اليوم؟ اليوم نتعلم عن المحور الزمني. مثلا انا قسمت لكم اياهن لعشر اقسام. خلال هاي العارضة راح انا اورجيكم عنا محور الزمني. محور الزمني هو الفترة اللي شو احنا ننقسم، شو الاشياء اللي نتعلمها خلال هذا الدرس. مثلا تعال نشوف، نراجع نفسنا في صف سادس، شو تعلمنا بصف سادس يا طلاب؟ تعلمنا عن العصر القديم، تعلمنا عن اليونانيين، عن الامبراطورية الرومانية. بعدين انتقلنا لصف سابع، تعلمنا عن العصور الوسطى. فالتاريخ يقسم الى ثلاث اقسام: العصر القديم، العصر الحديث، العصور الوسطى والعصر الحديث. هذول ثلاث عصور بداخلهم في عصور اللي احنا بنتعلم عنهم. فالصف السابع كان عندنا تاريخ الديانة الإسلامية، حكينا عن الجاهلية، بعدين تاريخ الديانة الإسلامية، الخلفاء الراشدين، كل الفترة في العصور الوسطى اللي هي كانت في منطقة الجزيرة العربية والهلال الخصيب بلاد الشام. أما صف ثامن احنا انتقلنا للعصر الحديث، اللي هي فترة بالمحور الزمني بورجينا اللي احنا بنحكي عن القرن الثامن عشر. في القرن الثامن عشر احنا رح نشوف التغيرات اللي صارت في الحياة من ناحية اقتصادية اكتر من انها هي سياسية. فننتقل للافتتاحية، شو رح نتعلم؟ تعريف المصطلح ثورة، ما هو مصطلح ثورة؟ واتذكروا انه احنا تعلمنا في الثورة الفرنسية، عرفنا ما هو مصطلح الثورة، واسه رح نعرفه كمان في هذا المنطلق. كمان حطيت لكم فيلم وثائقي، كيف نحكي بإشي بسيط شو هي الثورة الصناعية في تلخيص بسيط جدا. بعدين رح أحكي عن الحياة قبل الثورة، كيف كانت الحياة في قبل الثورة الصناعية، كيف كان النظام، المجتمع الطبقي، النظام الإقطاعي اللي حكينا عنه في العصور الوسطى. إذا بتتذكروا بالثورة الفرنسية حكينا كيف كان مبنى المجتمع الطبقي في فرنسا، مبني من الفلاحين، من النبلاء، البرجوازيين، الملك، صح؟ شفنا إنه ما كانش في نظام بنسميه إحنا متساوي، كانت حقوق الفلاحين مسلوبة. فأنا هون رح أحكي عن الحياة كيف كانت قبل، حتى بالثورة الصناعية رح نشوف إنه كمان كان في سلب لحقوق لمثلا طبقة العمال لقدام، رح أحكي عنها وأشرح عنها. بعدين ننتقل للشروط الملائمة للثورة الصناعية في إنجلترا. وين حصلت الثورة الصناعية؟ وليش في إنجلترا في الذات؟ ليش برزت الثورة الصناعية في إنجلترا؟ ليش مثلا مش بفرنسا؟ ليش مثلا مش في الشرق الأوسط؟ ليش مش ببلادنا؟ ليش
بداية كانت الثورة الصناعية كانت بدايتها في بريطانيا، أكيد في عوامل اللي شجعت وجود أمور معينة في إنجلترا أو في بريطانيا حتى تبرز فيها الثورة الصناعية وتنشر في أرجاء أنحاء العالم. بعدين راح أحكي عن مظاهر الثورة الصناعية. شو يعني مظاهر؟ مظاهر القصد فيها أشياء بتثبت لي، بتأكد لي إنه في إحنا موجودين في ثورة صناعية. ليش بالذات بالقرن الثامن عشر؟ بل كانت الثورة الصناعية قبل القرن الثامن عشر. لا، في أسباب بتثبت لي، في عوامل اللي هي بتأكد لي إنه الثورة الصناعية برزت في القرن الثامن عشر، منها صناعة القطن، صناعة التعدين. اسمعوا مصطلحات جديدة اللي إحنا ممكن مش متعودين نسمعها في حصص التاريخ، وسائل المواصلات، كيف بدت السيارة، كيف بدأ الإنسان يستعمل الحصان، من الحصان انتقل للسيارة، العربيات وإلى ذلك. كل هاي الأمور رح أنا أتطرق إليها وأحكي عنها خلال درسنا اليوم وأنا معكم. 7، تطور الإنتاج والاختراعات ووسائل النقل، مثلا المواصلات البحرية والبرية، قاطرات، تخوف منها. ليش الناس خافت في البداية من القاطرات؟ كيف إنسان اللي عاش في القرن الثامن عشر في قلب 1800-1700 فجأة قدامه شوف قاطرة اللي هو مش متعود يشوف إيش عنها إزاي؟ شو كان موقفه؟ كيف كانت تفكيره؟ فإحنا اليوم متعودين في حياتنا المتطورة، في حياتنا اليوم كلنا معنا هواتف خلوية، كلياتنا عايشين في حياة تكنولوجية متطورة. بينما الإنسان اللي عاش في القرن الثامن عشر وشاف التغيير بدأ بالنسبة له، صناعة متطورة في صناعة الحديد هو تغيير كبير له. وشوف كيف بدت الحياة تنتقل، الإنسان ينتقل من الحياة في الزراعة في الأرض للعمل في المصنع. هذا التغيير الجذري الأساسي اللي أنا رح أحكي عنه شوي شوي في درسنا. نيجي للإشي الثامن اللي هو الأبعاد الاجتماعية للثورة الصناعية. مثلا شو يعني كلمة أبعاد؟ لما أنا بقول كلمة أبعاد يعني أشياء اللي المؤثرة كانت نتائجها، في نتائج إيجابية للثورة الصناعية وفي نتائج سلبية للثورة الصناعية. مثلا أعطيكم مثال بالأبعاد الاجتماعية، من ناحية اجتماعية الناس بدأت تنتقل في الثورة الصناعية، انتقال من العمل اليدوي الزراعي إلى العمل في المصانع. كيف هذا الشخص اللي صار يشتغل في المصنع يشتغل ساعات مطولة من الساعة 8 الصبح أو من الساعة 5 الصبح ممكن للساعة 10 في الليل؟ وين حقوقه لهذا العامل؟ فصار في عنا أبعاد اجتماعية، عملية الانتقال من القرية إلى المدينة، معلمتي الانتقال من القرية للمدينة، هل كان في بناء مخطط تخطيط للبناء المدينة؟ كيف كانت الأحياء عايشة؟ كيف كان السكن عايشين؟ كيف كانت الناس عايشة؟ هل كان في تخطيط للبناء؟ هاي الأمور كلها رح أنا أتطرق إلها لقدام في درسنا وأحكي عنها يا طلابي. 9، ظروف العمل ونضال العمال والبروليتارية. كيف كانت ظروفهم؟ زي ما أنا حكيت، هل كانت ظروفهم للعمال مريحة؟ هل حصل على حقوقهم؟ أنتوا بتعرفوا أنه اليوم قانونياً ممنوع الإنسان يشتغل أكثر من 8 ساعات مثلاً. كان في الماضي في القرن الثامن عشر ما كانش في قوانين، ما كانش في قانون للعامل، شو حقوقه للعامل؟ فنضالهم في بناية منظمات اللي بتساعد عن حقوق العمال برزت كمان في الثورة الصناعية. فهي أبعادها، هي مؤثراتها بعدها موجودة حتى اليوم ومستمرة حتى اليوم، وحتى اليوم في حقوق بتطلع جديدة للعمال مثلا. واضح؟ بالأخير رح يكون لنا تلخيص مردود، شو احنا تعلمنا من هذا الدرس، شو استفدنا. هيك أنا دا أنتقل إسا نبدأ بهاي الأمور كلياتها أشرح عنها في توسع يا طلابي. يلا مع بعضنا. محور زمني. بالمحور الزمني تعالوا نتطلع كيف بدت الثورة الصناعية. تعالوا نتطلع، جيت أنا حطيت العصر الميلادي، الفترة الميلادية. أنا دا أحكي عن الفترة الميلادية لأن أنا بديش أحكي عن قبل الميلاد. احنا موجودين في الدائره الاولى، ولاده السيد المسيح عليه السلام، السنه الاولى ميلادي القرن الاول، هي بدايه الديانه المسيحيه، ظهور السيد المسيح ونشر الديانه المسيحيه. بعدنا موجودين بهي الفتره في العصر القديم. العصر القديم ننتقل للدائره الثانيه حتى القرن الخامس ميلادي. في هاي الفتره صار بالامبراطوريه البيزنطيه الرومانيه
صار تغيرات جذرية جدا، ما ليش احنا نحكي عنها ونتوسع عنها لانه مش بدرسنا، ولكن مهم جدا نعرف انه صار في عنا مرحلة انتقال من العصر القديم لبداية العصور الوسطى. العصور الوسطى اللي هو من القرن الخامس ميلادي حتى القرن الخامس عشر. يعني اذا بنتذكر صف السابع شو تعلمنا؟ هات نرجع مع بعضنا صف سابع، تعلمنا عن العصر الجاهلي، تعلمنا عن الديانة الإسلامية في جزيرة العرب أو شبه جزيرة العرب اللي احنا بنقولها اليوم، تعلمنا بهاي الفترات عن العصور الوسطى اللي بدأ من القرن الخامس ميلادي وانتقلنا كل هاي الفترات لحد ما انتقلنا للدائرة الرابعة اللي هو العصر الحديث. شو التغيير اللي حدث في 1492 حتى يومنا هذا؟ يعني العصر الحديث بدأ من هاي النقطة 1492، في شي بقول قبل في شي بقول بعد، بس احنا بهمني هذا التاريخ احكي عنه شوي. ليه؟ لانه مهم. هات نفكر مع بعضنا شو هاي السنة، شو مهمة لنا هاي السنة 1492. انا رح اقول لكم 1492 هي الفترة اللي فيها عصر بداية عصر الاكتشافات والاختراعات. اكتشاف ايش؟ لحد 1492 تذكروا معي كان الإنسان يعرف إنه في ثلاث قارات في العالم، تخيل لحد وين؟ يعرف إنه في أوروبا وفي أفريقيا وفي آسيا، والقدس، القدس هي مركز الديانات لأنه هناك ظهرت جميع الديانات الإسلامية، المسيحية، اليهودية، الديانات السماوية ظهروا وين؟ في منطقة الشرق الأوسط. فهيك كانوا يعتقدوا الناس، بينما البحار الموجودة حوالي هاي القارات اعتبروها البحار أو المحيطات الظالمة الغامضة، القراصنة كانوا يروحوا لهناك ما يرجعوش، يقولوا عنهم ضاعوا واختفوا. ولكن في 1492 إجا شخص اسمه كريستوفر كولومبوس، هو بالأساس من إيطاليا، توجه للملك الإيطالي طلب منه إنه كان دارس عن أفلاطون وعن سقراط وعن أرسطو في الفترة اليونانية، وحكوا عن الكرة الأرضية إنها هي كروية، وإذا هن بنتقلوا باتجه من ناحية الغرب عشان يوصل منطقة الهند. كانت أوروبا يحبوا أو يدوروا على التوابل، على البهارات، يجيبوها منين؟ من الهند، من موجودة وين الهند؟ في آسيا، الهند موجودة في آسيا، كانوا يروحوا يجيبوا البهارات من هناك، يروحوا عن طريقنا البحر الأبيض المتوسط يوصلوا بلادنا الشرق الأوسط، ينتقلوا يوصلوا حتى الهند. ولكن كريستوفر كولومبوس قال لا، أنا بدي أروح من الاتجاه الغرب، إذا من اتجاه الكرة الأرضية الغربية، إذا أنا بفتل الكرة الأرضية أنا باصل الهند. هاي الطريقة اعتقد، ولكن الملك إيطاليا ما ساعده، اتجه إلى ملك أسبانيا، وهناك أخذ معه، وفق له الملك أسبانيا وأخذ معه سفن وأخذ معه بحارة ومكتشفين، وهناك وصل أراضي جديدة اللي هي اكتشاف أمريكا. أمريكا اكتشفت في 1492 في هاي الفترة. فمن هون، من هاي اللحظة بدت الهجرة دول أوروبية وخاصة من بريطانيا بالذات، صاروا ينتقلوا يهاجروا على أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. طبعا أنا مش راح أتوسع كثير شو صار مع كريستوفر كولومبوس وشو قصص اللي هو مرقها، مع إنها كثير مثيرة جدا، ولكن مهم جدا نعرف إنه هاي المرحلة مرحلة اكتشافات جديدة مؤدي لبعدين لاختراعات ولدخولنا للثورة الصناعية. هي تمهيدية، نقدر نسميها تمهيد للثورة الصناعية. نيجي للدائرة الرابعة اللي هي الثورة الفرنسية من 1789 إلى 1799، 10 سنوات ثورة فرنسية. ثورة قلنا هي قيام الشعب ضد نظام الحكم، الشعب ثار ضد نظام الحكم الملكي اللي كان موجود، إنه سلبوا حقوقه. حكينا في دروسنا في قبل كيف الإنسان عانى في فرنسا من عدم حصول على حقوق متوفرة، الفلاح كان يدفع الضرائب الباهظة اللي كان يفرضها عليه الملك، كانت تفرضها عليه الدولة، وكان يعيش عند النبلاء اللي هم أصحاب الطبقة الأغنياء اللي عندهم أراضي كثيرة، وكان تحت أمرهم موجود حتى لقمة عيش ويعيش بيته وولاده، مش أكثر من هيك. كانت حياته بسيطة جدا، لحد ما انه هدول 80% من طبقة الفلاحين كانوا يمثلوا في فرنسا 80%، بينما باقي الطبقات هاي اللي كانت تتمتع في حقوقها وواجباتها كانت توصل 3% تقريبا او 2%، والطبقة الثالثة كانت البرجوازيين هن سكان المدن، كمان كانت حياتهم مسلوبة منهم. فالثورة الفرنسية كمان ممكن تكون هي تمهيد
تمهيدية للثورة الصناعية، لأنها برزت في فرنسا وحكت عن حقوق الإنسان، حقوق الإنسان وواجباته. فأول دستور كان في فرنسا عن حقوق الإنسان كان في تلك الفترة، وهيك بدأ ينتشر. الثورة الفرنسية هي مهدت الطريق للدول في أوروبا في البحث عن حرية الإنسان، حرية التملك، إنه الإنسان بحقه إنه يعيش في كرامة، يعيش في احترام. فهاي الأمور كلياتها مهدت لنا الطريق لظهورنا للثورة الصناعية أكيد. فالإشي الدائرة الأخيرة عندنا موجودة هي الثورة الصناعية اللي هي القرن 18، اللي أنا اليوم رح أتوسع عنها وأحكي عنها خلال درسنا. هي كانت مازال موجودة في القرن 18 ومستمرة حتى يومنا اليوم، حتى اليوم إذا بدي أقولكو، كان في التلفزيون قبل كم من يوم مثال على آلة اخترعوها كيف تحصد القمح في سرعة أسرع. فمازال التطور مستمر، مازلنا نتطور. يعني إذا أنا بتسألوني كيف كان التلفون في التسعينات، كان مطرولا يفتح تلفون هيك بس نقدر نتصل، مش أكتر من هيك. بأنه اليوم إحنا صرنا تلفون مع إشي متطور، هاتف خلوي متطور جدا جدا من ناحية معلومات، من ناحية أخبار. بهذا الهاتف نستطيع أن نرى العالم كله. فهذا التطور اللي إحنا وصلنا له هو نتيجة للثورة الصناعية. تعالوا مع بعضنا نكمل. تعريف مصطلح ثورة. ثورة صناعية. ظهرت الثورة الصناعية في بريطانيا، حكيت أنا في بريطانيا، بس رح نعرف ليش بالذات في بريطانيا وليش بدولة ثانية، في القرن 18، ومن ثم انتقلت إلى كافة أنحاء أوروبا. تعرف الثورة الصناعية لأنها ثورة ذات ميزة خاصة، ليست حرب وسفك دماء، إنما ثورة اقتصادية، جوهرها اقتصادي، أساسها اقتصادي. إنها ساهمت في انتقال الإنسان من القرية إلى المدينة، من العمل اليدوي التقليدي إلى العمل في المصانع والبحث عن اختراعات جديدة، استغلال الموارد الطبيعية للمصلحة البشرية وغيرها. يعني أنا عم بحكي عن كتير شغلات مهمة في قلبه، إنه الإنسان بدأ ينتقل من القرية للمدينة، من العمل فلاح اللي كان يعتمد حياته على الأرض يفلحها يزرعها، وانتقل إلى المدينة. في المدينة ما في أرض هناك يفلحها ويزرعها، إنما هناك بده يروح يشتغل في المصنع. شو فيه المصنع؟ إيش الظروف الموجودة؟ من العمل التقليدي، العمل البيتي، خياطة بيتية، إلى العمل في مصانع أكثر متطورة، البحث عن اختراعات. صار في هناك تفكير إنه إذا أنا بخترع إشي جديد، حتى اليوم موجود، إذا أنا بخترع جديد أنا بسهل الأمور على الناس. مثلا استغلال الموارد الطبيعية، وجود الطبيعة. الإنسان اكتشف إنه فينا موارد في الكرة الأرضية في الطبيعة، مثل الفحم الحجري، مثل الحديد، مثل النحاس، أمور كثيرة جدا موجودة في الطبيعة اللي كإنسان أنا بقدر أستغلها لمصلحتي أنا البشرية. هاي الأمور كلها إحنا رح نحكي عنها خلال درسنا. إذا بطلع أنا هون في الصورة، في الصور موجودة، كيف السيارة كانت، طلعوا شكل السيارة في اللون الأحمر، كيف السيارة كانت بداية اختراع السيارة، مشابه لإيش؟ للعربة، عرباي، عرباي اللي فيها كان يركب فيها الحصان مع العرباي. تخيلوا كيف صارت السيارة، إلها عجال، ولكن إحنا مش بحاجة للحصن، مش بحاجة للحيوانات. طلعوا للعمل، عمل النساء، النساء كيف قاعدين من الخياطة، من العمل في البيت، يخيطوا في بيوتهم، النسيج والغزل، إلى العمل في أماكن أوسع مع الناس، تحسين العلاقات بين الناس في لها حسنات، والعمل في المناجم، والعمل في الأرض، كيف كانوا يستعملوا الحيوانات حتى يشتغلوا في الزراعة. ولكن الثورة الصناعية عملت تغيير جذري جدا، راح نكمل في درسنا بعد أكثر وأكثر. إسا أنا راح أطلع لفرصة قصيرة جدا وراح نرجع لكم عشان نكمل درسنا.
يعطيكم العافية، ومنيح استرجعنا من الفرصة اللي كنا فيها، رجعنا عشان نكمل موضوعنا عن الثورة الصناعية. تعالوا نكمل، حكينا عرفنا شو هي الثورة الصناعية، بدنا ننتقل لمصطلحات جديدة، مصطلحات كثير مهمة جدا. مثلا عندنا انتقال من الصناعة التقليدية بيتية يدوية إلى طرق صناعة متطورة. مثلا يعني حكيت أنا إنه المرأة في العصور الوسطى حتى في فترة القرن الثامن عشر كانت، أو نهاية بداية القرن الثامن عشر، كانت المرأة تقوم في 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 خياطة الملابس، الأواعي في البيت عن طريق الإبرة والخيط بطريقة اللي هي بس بيتية، يعني للعائلة اللي هي عايشة معها. بينما بدت الصناعة هاي التقليدية اللي هي بسيطة تنتقل لصناعة يدوية متطورة أكثر، زي ما شفنا في الصورة اللي موجودة قبل، كيف النساء صاروا يشتغلوا من بالبيت ينتقلوا إلى المصنع. اثنين، نيجي للجملة اللي وراها، وجود تنظيم رأس مال يهدف إلى تسويق الإنتاج إلى الأسواق الكبيرة على أوسع نطاق. عندنا الطبقة الرأسمالية بدت تبرز، لأنه أصحاب المصانع هدول اللي فتحوا المصانع هن أشخاص اللي هن طبقة غنية، بدوا هن يطوروا مصنعهن ويشغلوا عندهن العمال، وهيك بدوا يوسعوا نطاق عملهن. صار ينتقل من مش بس من المدينة في قلب لندن مثلا، ينتقل لمدن ثانية في لندن، ومن مدن ثانية في لندن ينتقل لدول ثانية كمان. صارت الصناعة تنتقل، وخاصة في بريطانيا صناعة الحرير وتطور الحرير، كانت تبيع الحرير وتصدره حتى الصين يوصل. أيضا هي الجملة الثالثة هي عبارة عن انحلال العمل اليدوي في المكننة، يعني انحلال، ما عادش في استعمال اليد العمل اليدوي، انتقال من العمل للمكننة اللي هي الآلة اللي بدأ الإنسان يخترعها، اللي أنا رح أحكي عنها لقدام، آلة مثل آلة النسيج والغزل وآلات عديدة لقدام. الثورة الصناعية تكمن في الزيادة الكبيرة في إنتاج البضائع، وقد أسهمت في رفع مستوى المعيشة. إذا زي ما أنا حكيت، زيادة منتوج أكثر، لما أنا بنتقل من عمل في البيت بروح على المصنع، عندي كمية أشخاص عم بيشتغلوا، إذا أنا أكيد المنتوج رح يكون عندي أسرع وأكثر، وهيك الإشي بنتقل في بالرفع من مستوى المعيشة. ليش؟ لما أنا حكيت إنه جوهرها اقتصادي أكثر من إنه إحنا عم نحكي عن السياسة. الجوهر هو إنه الأشخاص الطبقة الرأسمالية وأصحاب المصانع صاروا عندهم تضخم مالي، زيادة في الاقتصاد ورفع من مستوى المعيشة في المدينة، وأدى إلى تغييرات عديدة. طبعاً الثورة الصناعية وهي الأمور كلها تتطلب، الرابع والأخير تتطلب مصادر طاقة جديدة لتحريك الآلات الجديدة. يعني إحنا بحاجة لمصادر. صار الإنسان يفكر، هل إذا أنا بستعمل مثلاً الفحم الحجري شو ممكن ينتج إذا أنا بقوم في حرقه؟ لقدام رح أحكي شو الأشياء اللي أنا ممكن تساعدني في تحريك الآلات، كيف ممكن أنا أحرك القاطرة هاي، كيف ممكن يمشي عن طريق مولد طاقة. أنا بحاجة لمولد طاقة، فمولدات الطاقة الموجودة عندنا اليوم هي المياه، الهواء، الشمس، صح؟ بدأ الإنسان يفكر في من هذا المنطلق، إنه في الطبيعة أنا ممكن أستغلها للمصلحة البشرية. محور زمني، أنا بقلب درسنا رح أحكي زي ما أنا حكيت، إذا بنطلع هون عندنا تعريف الثورة الصناعية، عرفتها الحديث السنة، عرفتها الحياة قبل الثورة الصناعية ومظاهر الثورة الصناعية رح أحكي عنها إسه. صناعة القطن، صناعة التعدين، تطور وسائل المواصلات وماكنة الطباعة. بعدين رح أحكي عن الشروط الملائمة لظهور الثورة الصناعية، ليش بالذات برزت الثورة الصناعية في إنجلترا، وجود الاستقرار السياسي، شو هو الاستقرار السياسي، الظروف الاجتماعية الاقتصادية في قلب بريطانيا، والمخزون الوفير، وجود معادن. بريطانيا معروفة كمنطقة خصبة في الأراضي الزراعية، في المعادن، الحديد، النحاس وما إلى ذلك. تطور الإنتاج والاختراعات، شو الطاقة الجديدة اللي كانت موجودة، المواصلات البحرية والبرية اللي بدت، بداية القاطرات والسفن التجارية وسرعتها، كمان القاطرات، والأبعاد الاجتماعية، مؤثرات الطبقة العمالية ونضالها. هذا هو محور زمني كمان للثورة الصناعية. عن كمان حكينا قبل عن المحور الزمني في درس للتاريخ، أنا هون محور الزمني في الثورة الصناعية بالذات.
ننتقل. انا اسا هون راح احضركم فيلم وثائقي ما هي الثوره الصناعيه، بدي اياكم نحضره، هو في اللغه الانجليزيه ولكن في ترجمه له في اللغه العربيه، بتامل انكم تستمتعوا وتفهموا بشيء بسيط ومبسط ما هي الثوره الصناعيه باختصار. تعالوا نشوفه مع بعضنا. In the late 1700s, most people worked in the fields on land they did not own. Those who owned the land, called aristocrats, lived refined lives in elegant manor houses. Servants raised their children and did their housework. The landowners and the people who worked for them depended upon each other. It was a system that had existed for centuries. In towns across England and the United States, a series of extraordinary innovations would alter the way people lived and worked for the next 150 years. Inventors had found new ways to harness nature's energy. They built new kinds of machines powered by water, steam, and coal. The new machines replaced hand-powered tools. They did the same work, only cheaper and faster. Much of the work was done outside the home, in specially designed buildings, the first factories. Mechanization began in the textile mills of England, where one machine, attached to a spinning wheel, could do the work of 50 people. Fuel, clothing, and food all became more affordable. With the development of locomotives and steamboats, manufactured goods could now be sold halfway around the world. Families moved from the villages of their ancestors to new industrial towns. And a new class of people emerged, workers who produced goods. Industrialists, the people who owned the factories, employed hundreds, sometimes thousands of people. And they made enormous profits in their industrial centers. But while the Industrial Revolution brought wealth to some and jobs for others, it came with a price tag. Pollution from coal-powered factories turned the cities black. Lack of housing created the first urban slums. And the demand for more and more goods and higher profits brought the exploitation of workers, including children. Some of the worst conditions were seen in the textile mills of New England. In the 1830s, a 10-year-old mill girl described her life. We were paid $2 a week, and the working hours of all the girls extended from 5 o'clock in the morning till 7 in the evening, with 1.5 hours for breakfast and for dinner. It was the hiring of children, some as young as 5 years old, throughout the 1800s and early 1900s, that outraged the public. Workers and reformers protested. They formed unions and associations and fought for government regulations to limit the workday and protect children. These laws helped address many of the abuses brought on by the Industrial Revolution. Today, we are in the middle of another revolution, a technological revolution. We live in what's called the global village, because we can connect with people around the world as if they lived next door. And we can now work anytime and anywhere. We will have to wait and see where this new revolution leads. يعطيكم العافية. هيك بتأمل إنه أنتوا حضرتوا الفيلم واستفدتوا منه. بس في شغلة مهمة جدا إذا انتبهتوا لها رح أحكي عنها في النضال طبقة العمال. انتبهوا للبنت اللي عمرها 10 سنين اللي كانوا يشغلوها من الساعة 7 الصبح لساعات متأخرة في الليل عشان دولارين في اليوم. تذكروا هاي النقطة حتى نرجع إلها في درسنا عن نضال العمال. طيب هات إسا نشوف الحياة قبل الثورة الصناعية. عشية الثورة الصناعية كان أقل من 10% من سكان أوروبا يعيشون في المدن، والباقون يعيشون في البلاد وقرى صغيرة على امتداد الريف. يعني الناس كانت تعيش في داخل القرى، تعتاش عن طريق زراعة الأرض. يعيشون، نرجع للقصة، أنهم يعيشون عند النبلاء عندهم أراضي، يمتلكون الأراضي، وهناك الفلاح كان يعمل لساعات
متأخرة في زراعة الأرض، يخاف من أنه يكون محصول السنة عنده يكون جيد، حتى إذا كان عنده محصول وإتلاف في الزراعة تكون مواسم زراعية رديئة، اقتصاد الفلاحين يتضر، وهيك بتكون عندهم خسارات فادحة. فكان اعتمادهم أكثر فقط على الزراعة على مر التاريخ في العصور الوسطى حتى دخولنا للقرن الثامن عشر. اعتماد الإنسان كان على الزراعة فقط، 10% اللي كانوا يعيشوا في قلب داخل المدن، حتى كانت ظروف حياتهم صعبة جدا، ما كانش تتوفرهم كل مجالات العمل لأنه ما كانش في حقوق كافية لكل الطبقات. في مصطلح مهم جدا نذكر في التاريخ قبل الثورة اللي هو اسمه المقايضة. في الصورة الموجودة قدامنا بنشوف انه شخص عم ببدلني بإشي غرض، يعني بتعطيني غرض وبترجع لي اياه. القصد هون انه يتم فيها تبادل البضائع او الخدمات مباشرة بسلع او خدمات اخرى دون استعمال المال. ليش؟ لانه الانسان لم يتوفر له المال، كانت الناس فقيرة، ما فيش عندها امكانيات انها تعطي الشخص تدفع له في مبالغ، انما في مقايضة، انت اعطيتني غرض انا بعطيك الغرض الموجود عندي. كان يملك شيئا فمن كان يملك شيئا لا يحتاجه ويريد شيئا بحوزة شخص اخر فهو يقايض هذا الشخص بغرض مقابل الغرض الذي اراده. يعني هيك كانت حياتهم وظروفهم، كانت صعبة جدا في تلك الفترة، فقط كانوا يدفعوا ضرائب للنبلاء وللملك وللسلطة، بينما نقود متوفرة لم تكن من نقود متوفرة لهؤلاء الفلاحين، فاستعملوا المقايضة في تبديل الأغراض بين بعضهم البعض. ننتقل للشريحة الثانية، الشروط الملائمة لظهور الثورة الصناعية في إنجلترا. أنا قلت لكم أنه بدنا أحكي عن ليش بالضبط برزت الثورة الصناعية في إنجلترا، ليش ما برزتش مثلا في الشرق الأوسط، ليه ما برزتش في الصين، ليه ما برزتش في دول ثانية في أوروبا. هذا الجواب في عنا عدة مقولات، أنا رح أحكي إسا كمان حسب الشريحة الموجودة عنا. إنه يقال إنه بريطانيا في الخريطة اللي إحنا شايفينها قدامنا هي أو إنجلترا هي موجودة في بشكل جزيري محاطة من جميع الجهات بالمياه، تختلف عن باقي الدول الأوروبية. هذا الإشي متعها في قوة كموقع استراتيجي، كقوة إنه محاطة في المياه، المحيط الأطلسي محاطة في المياه من جميع الجهات، وكانت قوية من ناحية أسطول بحري، طورت أسطولها البحري، بينما الدول الأوروبية لم يكن لديها الأسطول البحري قوي كافي كالأسطول البحري في بريطانيا. فعرفت بريطانيا كدولة قوية جدا من ناحية سيطرة وقوة، ولم تستطع الدول على مر التاريخ الدخول والسيطرة على الحكم، وحافظت على حكم ملكي لفترة طويلة جدا جدا. الظروف الاجتماعية والاقتصادية، ممكن أتطرق أنا للظروف الاجتماعية والاقتصادية. مثلا أحكي إنه وجود المجتمع في فرنسا في بريطانيا كان جدا عايش في حياة رفاهية، في احترام. ومن ناحية اقتصادية تمتعوا الأشخاص في العمل في القرى في المزارع وحافظوا على أمانهم. بينما نيجي للمخزون الوفير للمعادن ومصادر الطاقة في إنجلترا، برزت في بريطانيا وجود أراضي خصبة الزراعة، كانت هناك حقول مزروعة جدا، تربية المواشي أيضا، واكتشفوا في القرن الثامن عشر وجود الفحم الحجري، المعادن ومصادر طاقة عديدة. تعالوا نشوف مع بعضنا هاي الظروف. ننتقل لمظاهر الثورة الصناعية ومميزاتها. شو الأشياء اللي بتبرز لي بتأكد لي إنه إحنا موجودين في ثورة صناعية؟ أول إشي صناعة القطن. بصناعة القطن كان هناك اختراع للمكوك الطائر. المكوك الطائر معلمتي وآلة الجيني هن آلات للغزل والنسيج.
انتقل الإنسان في العمل اليدوي إلى العمل في المصانع. وكانت هناك جون كي كان هو أول شخص اللي اخترع المكوك الطائر للنسج، كان ينسج بكمية أكبر، وإجا من بعده عشان ينسجوا بكمية أكثر من القماش احتاجوا لغزل أسرع. فإجا شخص جيمس هارغريفز اسمه، اخترع آلة بسيطة، ما كانش متعلم، انتبهوا يعني أشخاص اللي اخترعوا ما كانوش أشخاص اللي هم مثقفين ومتعلمين، إنما حاولوا يوجدوا طرق وأساليب. اخترع آلة سماها جيني على اسم زوجته. هاي الآلة تقدر تغزل بكمية أسرع، وهيك بدت تتطور عنا الصناعة. فبالصورة هاي الموجودة قدامنا هي صناعة القطن. صناعة التعدين اخترع المهندس جيمس وات المحرك البخاري. كان هذا الاكتشاف هو اللي دفع الثورة الصناعية الأمام نحو العصر الحاضر. جيمس وات هو من بداية صناعة التعدين، لأنه اكتشفوا أنه استخراج الفحم الحجري من المناجم ومن الجبال ويخدوه على المصانع، قالوا إذا إحنا بنحرق الفحم الحجري هذا بنصهره في درجة حرارة عالية بتحول لفحم الكوك والحديد، عشان إني أنا أصهره بحاجة لدرجة حرارة عالية من فوقي 1500 سلسيوس يعني. فالفحم الكوك إذا أنا بحرقه، هذا الفحم الحجري بحرقه بتحول لفحم الكوك، فحم الكوك درجة حرارته عالية جدا، أنا بقدر أصهر الحديد وبقدر أعمل منه قوالب وأشكال. ومن هون بدت ثورة الحديد تتطور، وبدوا ينتقلوا في البناء لاستعمال الحديد. تطور وسائل المواصلات وماكينة الطباعة. بنشوف انه جورج ستيفنز اول مخترع للقاطرة البخارية سنة 1814 اخترع قاطرة بخارية عن طريق، هو كان شخص ولد اللي هو كان عمره 17 سنة كمان، اللي ما كانش متعلم، ولكن قال مع نفسه انا بدي اخترع قاطرة بخارية اللي تقدر نستعمل هذا القطار ينقل بضائع الموجودة بالفحم من الفحم الحجري الموجود بالمناجم ننقله على المصانع. وإجت جريدة تايمز المشهورة المعروفة في العالم في إنجلترا، احتفلت في 1814 باستخدام أول مكنة طباعة لتطبع 1000 نسخة في الساعة. تخيلوا هاي الكمية الهائلة. الثورة الصناعية في دورها المتقدم، لقد ساعد التطور الهندسة إلى ظهور مهندسين محترفين. من أبرز المظاهر ذلك تقدم اختراع طرق مستخدمة لتقنية الحديد من الشوائب ولصناعة الحديد الصلب، ما أدى إلى توسع السكك الحديدية البخارية وتطور السفن البخارية. أيضا اللي كان هنري أحد الشخصيات اللي اخترع قاطرة، اخترع آلة بخارية للسفن حتى تنقل بضائع أكثر. كما أنشأت صناعات جديدة مثل صناعة التعليب الأغذي وحفظها، يعني حتى استعمال الأغذي مثل العلب معلبات بدت كمان، كانت بدايتها في الثورة الصناعية. غاز الاستصباح في الإضاءة والتسخين وصناعة المطاط والبترول. التقدم الزراعي، قلنا انه من اهم المظاهر للثورة الصناعية ارتباط التقدم الزراعي بالثورة الصناعية، وهو استعمال الماكينات في الزراعة، تصنيع الزراعة مثل تعليب المواد الغذائية وحفظها زي ما قلنا، امكانية نقل المنتجات الزراعية لاماكن بعيدة بكميات كبيرة وبسرعة، بالإضافة إلى مواضيع العلوم والهندسة الكيميائية وتطور الزراعة مثل استعمال الأسمدة الكيماوية وغيرها من الأمور حتى تساعد في تطور الزراعة. بنشوف إنه كيف إحنا كيف كانت في الفترة المصرية الفراعنة كيف كانوا يستعملوا الزراعة ويستعملوا الحيوانات، وكيف بالصورة اللي حدنا بنشوف كيف الإنسان بدأ يتطور يستعمل الحافلات والآلات حتى نقدر نزرع ونطلع محصول أكبر. هذا هو التقدم الزراعي اللي احنا حصلنا له. الطبقة الرأسمالية الأخير اللي هون أنا راح أحكي عنها، هني أصحاب الطبقة الرأسمالية هم نبلاء في الأصل وأبناء الطبقة الوسطى اللي برزوا في الثورة الصناعية، ولكن إلى جانب هؤلاء برز زي ما أنا حكيت مخترعين، أشخاص اللي بدوا يخترعوا شغلات من هم بدوا يطوروا حالهم، مثلاً مثل اللي اخترع الآلة البخارية القاطرة، فتح له مصنع وبدأ من هون يتطور وأصبح من الطبقة الرأسمالية، مع أنه كان شخص عامل يشتغل في المصانع زيه زي الباقين، ولكن نجحوا في إنشاء مصانع وأصبحوا أغنياء. وبالصورة اللي هون موجودة قدامنا بنشوف أنه كمان نتج عنا في الثورة الصناعية نظام طبقي يختلف عن نظام الطبقة اللي كنا نعرفه في الثورة في الثورة الفرنسية. إنه بورجينا أنه في عنا الطبقة الرأسمالية أصحاب المصانع الأغنياء الأقوياء،
وبين الطبقه طبقه العمال اللي راح تطالب في حقوقها وراح احكي عنها لقدام في دروسنا. يعطيكم العافيه، وهيك انا بكون خلصت درسنا، ننتقل للدرس اللي وراه.